السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعار العملات العربية اليوم في مصر في البنك المركزي المصري، بلغ سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 6.56 جنيه للشراء، 6.57 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري 80.57 جنيه للشراء، 80.85 جنيه للبيع، بينما سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري 6.72 جنيه للشراء، 6.74 جنيه للبيع. دي الأسعار كده يا جماعة من البنك المركزي المصري. دمتم في رعاية الله وأمنه. من فضلك لو ما اشتركتش في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس ويعلم على علامة الكل علشان يوصله كل جديد. من فضلك كمان شير الفيديو علشان يوصل لأكتر ناس إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.